المشكله بتصير معقده اكثر في حاله التيرمينال فلو. في حاله التيرمينال فلو لاحظوا هون independent of surface roughness. independent of surface. اي surface؟ internal ولا external؟ فالinternal pipe الرفنس الانترنال تبعت البايب ما اثرت في اللامينر فلو. هلا بيجي هون عاوز خامس. if flow is turbulent كيف بعرف انه turbulent ولا لا؟ ايش اللي بحدد فيه؟ NR اكبر من 4000 then لازم نحسب الـ relative roughness. لما بنكون عادة ريلاتيف ايش يعني عمالي بعمل؟ ريلاتيف شيء نسبي بقارن رقم برقم. فالريلاتيف رفنس بتساوي ابسلون على دي. ايش كانت دي؟ دايمتر تبع البايب. راح نرسم البايب هون، راح ارسم البايب هون، والمساحه الداخليه راح ارسمها بشكل متعرج، راح ابالغ فيه. لو مدينا الان خط من هون هيك، مدينا خط هيك، طلعنا هاي المسافة، هاي هي السيرفس رفنس. ما بتهمني السيرفس رفنس از ان ابسوليوت، بتهمني السيرفس رفنس مقسومة على الانترنال دايمتر تبع التيوب. وطبعا كل مادة من المواد حسب الفينشينج تبعها وحسب طبيعة المادة رح يكون في إلها سيرفس رفنس. بقسم هذا السيرفس رفنس على دي، بعدين رح نعمل رح ندخل على شارت اسمها موديز دايجرام. موديز دايجرام هون تكون موديز هون عندي ان. اذا الاكسس تبعها رح يكون ان ار هون والفريكشن فاكتور هون. رح نلاقي طبعا هون حوالين منطقة ال 2000 رح يكون الفلو هون لامنا، ومنطقة ال 4000 وفوق رح يكون الفلو تيربلنت، ورح الاقي فيه مجموعة كيرفز، كل واحد من الكيرفز هذول بيتعلق بريلاتيف رفنس مختلفة، فهذا له ابسلون على دي، وهذا له قيمة ثانية، وهذا له قيمة ثالثة، وهذا له قيمة رابعة، وهذا له قيمة خامسة. شو بعمل الآن؟ إيش الرقمين اللي معي؟ معي رينولد نمبر. إذا بقدر أرسم الآن خط من القيمة، طبعًا مفروض إذا فعلًا هو تيربلنت فلو وين يكون؟ بعد 4000، فبعمل خط بهذا الشكل من هون. بعدين عايش بفتش؟ عن ريلاتيف رفنس من هون، ومت خط بهذا الشكل، أعطيني أفضل اللي هو الفريكشن فاكتور. وين الان بعوضه؟ بنفس المعادله هاي. عندنا اف، فبنعوض اف اللي طلعناه من هذا الشارت، فبصير عندي الهيد لوس بحاله التيربلنت فلو رح يكون اف نفس الشيء على دي في في سكوير على 2 جي. شو اللي رح يخلي الفريكشن الهيد لوس هون يزيد بحاله التيربلنت فلو غير الاف؟ السرعه. السرعه هي مربع السرعه حتى. واضح؟ يعني ال نفسه بحاله التيربلنت بحاله الهيد دي لو قارنت تو بايبس، بس لانه السرعه اعلى بحاله التيربلنت فلو النص رح يكون اكبر بنسبه مربع فيه مش بس. خلينا ناخذ مثال رقمي نحل عليه.